وشا. ده اول عمل ليا ان شاء الله او اول عملين ليا اللي مستنيينهم فيلم روج وفيلم تفاحة حواء. قبل كده انا كنت ممثلة مسرح، ما اشتغلتش سينما قبل كده. كنت واخده لقب برنسس اوف اليكس 2015، ويمكن ده اللي دعمني اكتر في دخول المجال. طبعا الموضوعين كانوا مختلفين تماما عن بعض، من ملكة جمال ممثلة، بس يمكن كان مدعمني اكتر. واللي رشحني لفيلم تفاحة حواء وفيلم روج كان باشمهندس محمد مراد، كان شافني في عمل مسرحي عجبوا ادائي عجبوا شغلي. كان مسرحية اسمها أهدم نوتردام. كنت في الاول قلقانة وكنت خايفة ومتوترة من موضوع ان انا هقف قدام كاميرا لاول مرة، بس وقوفوا جنبي وقوفوا في ضهري وتدعيموا ليا بصراحة، وتدعيم الشركة ليا عامة، شركة ستار كيتشر، ده اللي كان مديني جرأة كويسة ان انا اعرف اقف قدام الكاميرا. دوري في فيلم روج انا طالعة في دور مشيرة صاحبة البيوتي سنتر اللي بتدور جوايا احداث الفيلم. التفاصيل بقى ممكن نعرفها ان شاء الله لما ندخل الفيلم. وفيلم تفاحة حواء انا طالعة فيه في دور صوفيا، البنت التونسية فرنسية. التفاصيل برضو دي ممكن نعرفها ان شاء الله لما ندخل الفيلم، مش حاضرة صراحة قوي التفاصيل، بس ان شاء الله مقرر ان هو ينزل فيلمين قريب قوي في دور العرض خلال الفترة اللي احنا فيها دي، يعني ممكن خلال نص السنة وممكن خلال الفالنتاين، بس يا رب يعجب الجمهور ان شاء الله.